السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمرني. الامر لله، عايزين اللي اسمه امجد. امجد؟ طب خير ان شاء الله. لا ما هو مش خير ان شاء الله. طب بس اعرف في حاجه، انا اللي عايز اعرف، انت المدام بتاعته؟ مدام؟ مدام ايه يا استاذ؟ هنا مكان شغل، هو انت جاي البيت وكمان بيكلم بنتي من الشغل؟ يا فضيحتك يا رصاص. ايه الاجنده دي يا منصور؟ ده كتاب حياتي بيه يا حبيبي يا حسن الاسمر. وايه الارقام دي كلها؟ انا بسجل هنا باشا كل قرش بيجي لي في حياتي وكل قرش بيروح. وطبعا اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل. لا بيه وانت الصادق، مفيش حاجه تيجي كده. اهدى حبيبي كده وارجع زي. انت هتغني؟ اعمل لي قهوه. عارف يا استاذ امجد، ادفع نص عمري واشوف حد يقول لك روح اعمل لي قهوه؟ اتفضل حضرتك استريح وقول لي ايه اللي حصل بالظبط. شوف يا مدام، الاستاذ المحترم امجد بيكلم بنتي من ورايا في التليفون. دخلت عليها اوضتها الساعه 12 بالليل، رجليها اتكعبلت في سلك التليفون، مشيت ورا السلك وصلني للسرير، لقيتها حاطنه عده التليفون ونازله بيها تحت الكبرتايه. واه يا امجد صوتك حلو يا امجد. رحت شدت الكبرتايه وخاطف السماعه، قلت الو، اداني توت توت توت. طب ما يمكن امجد تاني. هو امجد اللي في العنوان ده؟ انا عندي في البيت اظهار كشف الطالب. عندك ايه؟ اظهار كشف الطالب، وعرفت النمره اللي كانت طالباها بنتي وجبت العنوان. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ ادب وربايه. احنا جايين نرب العيال بتتجرع على بنات الناس وبتكلمهم في التليفونات بعد نص الليل. ده شكل المدير. صباح الخير يا باشا. ايه في ايه؟ دلوقتي يا باشا في الشركه بتاعتكم دي في عيال شغاله هنا عايزه تتربى. وحضرتك من وزاره التربيه والتعليم ولا ايه؟ لا يا باشا انا من وزاره البيئه. ولما حد من عندكم يكلم يسرى بنتي في التليفون في انصاص الليالي يبقى لازم نيجي لحد هنا ونربيه. يسرى؟ ايه في ايه؟ بزعل ايه؟ انت امجد؟ لا انا المدير. مدير؟ امال انت مين؟ ما انا ده بتاع البوفيه. بوفيه؟ وعامل لي فيها وزاره التربيه والتعليم وعملت حاجه معاها من الصبح، غرير هات لي قهوه. حاضر. انا عايز افهم مين حضراتكم اساسا. محسوبك محمد القصاص، ودول اخواتي محمد الحداد ومحمد الونش. اخوات ازاي يعني؟ من ناحيه الابن يعني؟ بتبعها يا قصاص. استنوا يا رجاله. امجد انت لازم تهربهم. ششش. انا عايز اعرف حاجه، هم دول ازاي اخوات؟ هو انا ناقصك انت كمان؟ وبعدين اهرب ازاي بس؟ انا جهزت لك كل حاجه يا باشا، يلا بقى دوقهم القهوه من ايدك الحلو. شكلكم انتوا اللي هتسلموني. بقول لك ايه، وانت يو نو بنت الراجل ده؟ دي بتتصل كل يوم بالبرنامج ومجنونه كده زي ابوها. مش مهم ده دلوقتي، المهم الناس دي تمشي قبل ما طلع زكريا يجي، والا مش هيبقى في برنامج النهارده. ما هو غلطان برضه وسوسه، حد قال له يكلم بنت الراجل ده بعد نص الليل؟ امجد يو هاف تو فيس ذم. انا؟ صدقني انت صعبان عليا. انا حاسه يا جماعه بجد ان احنا محتاجين معجزه. يا فندم مش بنت حضرتك بس اللي بتكلم امجد مجدي. يا نهار اسود، كمان في بنات غيرها؟ ايوه، امجد مجدي ده بيقدم برنامج والبنات والولاد بيتصلوا بالبرنامج مش بيه. ايه الحكايه بقى؟ بنت تقول لي بكلم البرنامج وانت تقول لي بكلم البرنامج؟ هو البرنامج بيتكلم يا جدعان؟ حضرتك دي اذاعه، فاهم يعني ايه اذاعه؟ ايوه فاهم. وقال الفيلسوف وكل ولا تاكل. انت بتسمع وقال الفيلسوف؟ وما سمعوش ليه؟ سمع تقيل ولا ايه؟ نذبحه يا قصاص. استنوا يا رجاله. ايه اللي نذبحه؟ استنوا يا رجاله، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ تقب وتغطس وتجيب لي اللي اسمه امجد ده، الا وعهد الله وعهد الله لا اقلبها لكم اذاعه عمر مكرم. اطلبوا البوليس يا اسماء. يا جماعه اهدوا يا جماعه، مش كده، مش معقوله كده ابدا. ايه الدستوشن ده كله؟ حضرتك الاستاذ قصاص مش كده؟ استاذ؟ وعايز امجد مجدي. جوه في الكافيتيريا. ورايا يا رجاله. يا خبر، ده انا قلت ما كانش قصدي. الله الله الله، في يا جماعه؟ في ايه؟ اهدوا شويه. في ايه؟ كابتن هاني عرضه، ازيك يا كابتن؟ انا كنت معجب بيك وبتفرج على كل بطشاطك. الله يخليك يا معلم. خير؟ في ايه يا اسماء؟ بقول لك اطلب البوليس. استني شويه يا اسماء.
يا كابتن هاني، في واحد هنا اسمه امجد بيكلم بنتي بالتليفون في انصاص الليالي. قول لي انت يا ابو الكباتن ده يتعمل معاه ايه؟ امجد، امجد ده شخص محترم جدا، واكيد قصده شريف. قصده شريف يعني ايه؟ يعني غرضه شريف. طب ما دام كده ما يدخل البيت من الباب مش من سماعه التليفون. انا رايي برضو من راي الكابتن هاني، وشايف ان المشكله ممكن تتحل ودي. ايوه يا معلم، اقعد انت كده بس واستريح، وانا هجيبهولك لغايه عندك. يعتذر لك ويبص راسك ويقول لك يا عم. والله يا كابتن هاني انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، انا من ساعه ما شفت وشك اتفقلت. ده بس من ذوقك يا معلم. شوف يا معلم، ده بقى محشي عامله له مراتي من امبارح، انما ايه، معجزه نباتيه. اتفضل يا جماعه نقعد في اوضه المدير ناكل وندردش. الواد اللي انا طالب منه القهوه ما جابهاش ليه لحد دلوقتي؟ قهوه ايه بقى يا معلم؟ نور شربات. شربات؟ حرام عليك هتضيعني، انا لازم اطلع للديناصورات اللي واقفه بره دي. استنى يا ابني، رايح فين؟ اقعد اقعد بس اهدى كده. هو انت فاكر لو رحت قلت لهم على نفسك هيسيبوك؟ سيبني وانا اظبطك. اللي قولي صحيح، هو انت في حاجه بينك وبين بنت الراجل ده؟ خلاص خلاص ربنا يستر. يا ابني ده في ايه؟ ده انا هاني حلال المشاكل. اتكلم في ايه؟ السلام عليكم. يا ابني اهدى يا ابني اهدى يا حبيبي، ما تقلقش انا هظبطك. السلام عليكم، قال لك هيظبطك. السلام عليكم. ربنا يستر. يا جماعه انتوا طالبيني هنا في الاذاعه، انا مش عارف اقابل مين ولا اكلم مين. استاذ طلعت، ازاي حضرتك؟ ثانيه واحده. يا دينا 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 يا دينا. يا فين دينا؟ هاي طلعت. دينا ازاي؟ ازيك يا دينا؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك. كله تمام؟ لا تمام. هنبتدي الانترفيو كمان خمس دقايق. لا نبتدي ايه، انا دخلت على خناقه هنا وبعدين قعدت اقول اربع مرات سلام عليكم محدش بيرد، الظاهر في توتر يعني. لا مفيش حاجه خالص. ده في القصاص جاي عشان يتخانق مع امجد، عشان امجد هو فاكر ان هو بيعاكس بنته في التليفون. قصة كده كبيرة. فين القصاص نفسه؟ برا. برا برا. برا. انت غلط والله، يعني انت عاكس كده بنات الناس في التليفون، وعارف انا لو من القصاص اقصك. لا ده مش انا. انا هحكي لك بعدين القصة دي. زكريا، يمكن حصل لك موقف في يوم فرحك مع المكواجي. ايوه صح. ايه اللي حصل بقى؟ المكواجي قفل على البدله بتاعت الفرح. اه والله فعلا بجد، والفرح اتاخر جدا بسبب البدله. كان اسمه عم ابراهيم. عم ابراهيم المكواجي ده كان في شارعنا في اسكندريه، وكان مستني يوم بدله فرحي. يعني هو مستني اليوم ده، بيحبني جدا. واضح. اه وقال لي يلا بقى يا استاذ طلعت. يومك يا استاذ طلعت. بالظبط. اه فانا اشتريت البدله فطبقت، فقلت لهم ودوها لعم ابراهيم، ففرح جدا عم ابراهيم بالبدله بتاعتي. وبعتهم بقى عشان يجيبوها ابتداء من الساعه 6 المغرب كده. فين عم ابراهيم؟ كان قلبك حاسس؟ لا لا خالص. مش مدي اخوانا؟ مش مدي اخوانا عم ابراهيم. فين عم ابراهيم؟ الساعه 6 قافل، 7 قافل، 8 قافل، 9 قافل. لا كده بقى ابتديت عايز اعرف بيت عم ابراهيم. المنطقه بتاعتي الحته كلها بتدور على بيت عم ابراهيم. شويه عم ابراهيم الساعه 11 جاي يفتح المحل. 11 جاي فين كل ده؟ ومش جاي يفتحه يعني عشان يديني البدله، ده نسي. ده جاي يفتحه لانه نسي المحفظه بتاعته فيها بطاقته والحاجات دي كلها، فجاي ياخدها. فالساعه 11 انا خدت البدله، وكمان لبست جاكيت غير اللي هو كواه لان كانت مكوته وحشه. يعني لبست بنطلون البدله كان كحلي، ولبست جاكيت كحلي كان عندي غير اللي انا جايبه. يعني هو اداك البنطلون بس ما اداكش الجاكيت كمان؟ لا الجاكيت اداهولي بس واحد تاني. وحش وحش، ما عجبنيش المكوى بتاعته، والديل بتاع البدله كده اللي هي الثانيه مخليها لي مدلدله كده لما داس عليها، فبقت نازله كده من تحت، فمش شكل عريس خالص يعني. فجبت جاكيت كحلي لون البنطلون وقضيت الفرح، وكان فرح اهبل يعني، مش يعني مش فرح مش متزن يعني. اه والله. ما هو حصل لخبطه في الاول، ومراتي طبعا اتاخرت برضو في، انا مقعدها عند الكوافير وفي سبع عرايس خلصوا ومشي وهي قاعده. اقول لك على حاجه، في عروسه منهم اتجوزت وخلفت وانا مراتي قاعده. عارفه يا ماما، انا هشتري بدله فرحي من دلوقتي. اه ومش هوديها عند عم ابراهيم المكواجي عشان ما يقفلش عليها واتاخر على الفرح. ولا اقول لك هوديها لابراهيم المكواجي عشان يقفل عليها واتاخر على العروسه. ما هي مش حاسه بيا يا ماما، مش حاسه بيا. لا لا خلاص
خلاص خلاص ما تزعليش. انا اسف انا اسف يا ماما، ما تزعليش مني. بلاها عم ابراهيم المكواجي خالص، بلاها المكوى يا ماما. انا اهم حاجه عندي انك تزعليش. عارفه هعمل ايه؟ هلبس بدله بابا بتاعت الفرح. فنان طلعت زكريا، شايف ان النجوميه جت متاخره شويه ولا انت بتحسبها ان كل حاجه بتيجي بميعادها؟ طبعا طبعا لازم كل حاجه تيجي بميعادها وبأوانها، واجمل حاجه ان هي تجي لك وانت فاهمه. بمعنى يعني النجوميه لو جات لك وانت صغيره هتبقي ملبوخه. فجاه لقيتي نفسك نجمه وانت سنك صغير ومش عارفه تعملي ايه، فاختياراتك غلط وما اعرفش ايه غلط، ويلا انت فرحانه بالنجوميه. انما انا لا، يعني انا خدتها زي ما بيسموها فحت ورد. فحت ورد من البدايه، من جمله لمشهد لمشهدين لثلاثه لدور. دي اجمل حاجه، انا مقتنع بنفسي في اللي انا عملته ده. يعني لو من 20 سنه جات لي النجوميه دي كنت هبقى اهبل مش فاهم حاجه. بس هل كنت بتحلم في يوم من الايام ان انت هتوصل عند قلوب الناس كده؟ بص انا عمري ما كنت بحلم بحاجه. انا عمري ما كنت بحلم لا بنجوميه ولا بحاجه خالص. انا راجل بحب مهنتي، بحب التمثيل، وضحيت عشانه بحاجات كتير. بايه ضحيت؟ ايه ده ما اعرفش. لا ضحيت بس مش عارفين ايه. اكيد كمان المستمعين بيسمعوني دلوقتي مش لا ضحيت يعني ضحيت بكليه الشرطه عشان التمثيل بعد ما دخلت يعني. فكان زماني ضابط كبير دلوقتي، ما تعرفيش تقعدي معايا ولازم اخد ميعاد. فطبعا ايه كل ده يهون عشان اثبت نفسي في الحاجه اللي انا حبيتها. لا بقى فكر في ايه انت كنت فعلا هتبقى ضابط شرطه كوميديان برضو. والله انا كل اصحابي اللي هم كانوا معايا اللي هم اتخرجوا دلوقتي بقوا مقدم على وش عقيد. يعني لما بقابلهم على وش عقيد يعني داخل على عقيد. ايوه بالظبط. احسن نعمل على وش جوز. فبيقولوا لي انت الحمد لله لانك كنت هتبوظ الدنيا يعني. وبعدين انا طيب جدا يعني، كنت هبقى متسامح قوي وما ينفعش الشرطه يبقى فيها تسامح خالص. في عدل وفي قانون. انا عارف انك نفسك اطلع ظابط، بس الحمد لله انها جت على قد كده. مين عارف يمكن الموضوع كان يتطور خالص وكنت احكم العالم. مين عارف. ايه ده يا لطيف، انت بتكلم نفسك؟ ها لا ده انا بكلم ماما، مش احسن ما اتكلم مع حد غريب يفتن عليا. ها طب هو ايه حكايه الضابط اللي انت كنت بتحكيه لمامي؟ ايه ده، انت قاعده سمعتي علينا على تلمعي اكر ورامي ودنك. بس عموما انا هطلع احسن منك وهقول لك. اصل انا ماما كانت نفسها اطلع ظابط. طب ما طلعتش ظابط ليه؟ اصل انا ما ينفعش اطلع ظابط عشان انا عاطفي ورومانسي وحالم ومتامل ومتعطش للدم، بكره اللون الاحمر، بحب اللون الموف، هو ما بحبش العنف. كان ممكن اطلع عازف فلوت. على فكره يا لطيف انا امجد صعبان عليا جدا. انا بقى مش صعبان عليا خالص. عارفه ليه؟ عشان بحسده، بحسده من كل قلبي، لان هي بتحبه ومش حاسه بيا، مش حاسه بيا خالص. كلمني بقى عن زمان والبيت كده. قبل النجوميه والمصورين والمعجبات والكلام اللي احنا سمعناه قبل التسجيل ده. استاذ علي رجب، بص هقول لك حاجه. انا كان عندي كلب. انا كان عندي كلب مش هتقوم. انت برضه معترضه ان انا يكون عندي كلب على اساس ان انا مش ابن ناس يعني ممكن ما اربيش كلب؟ ليه 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 ليه؟ عموما انا كنت مربيه فوق السطوح. لا هقول لك في فيله الجنينه ولا هقول لك الكلام ده لان شكلك مش مصدقه. والله لا خالص. لا والله ده كلب ولف الماني. ايه فيله الجنينه دي؟ لا انت توقعتي ان انا هقول لك مربيه في فيله الجنينه يعني في جنينه ايه فيله الجنينه؟ قصدي جنينه الفيلا. جنينه الفيلا. انت موتراني والله. لا والله خالص يعني مش عارف، حاسس انك كده يعني ايه بتسخري من مستوايا. لا لا كده توديني في سكه ثانيه خالص. لا ما ينفعش. لا عندي كان عندي كلب زي الاغنيه، بس الكلب ده اتمرمط معايا. الكلب ده الماني، هو لما انا خدته ندم. جبته منين بقى؟ ندم ان هو ساب المانيا لانه شاف اسود ايامه هنا في مصر معايا. اصل عايز اقول لك انت عارف انا بضحك ليه؟ مش موضوع مستواك، ما ينفعش. كلنا من مناطق شعبيه بس ما ينفع. انت عارف انا بضحك على ايه؟ عشان متخيله كلب انت هتربيه هتعمل فيه ايه؟ بص هقول لك الكلب ده اتعمل فيه ايه؟ الكلب ده صاحبه كان صاحبي وسابهولي عشان مسافر، وانا كنت بحب الكلاب جدا ففرحت بيه قوي.
فخدته كلب وولف اسمه بلاك جاك ألماني جاي بقى متربي على العز في ألمانيا والجو والأتموسفير وباشا يعني. ففجأة لقى نفسه في عشة فوق سطوح بتاعت فراخ. أدي البداية يعني شوية بامية وفضلين يتحط يأكل بامية أيوة شوية بامية على رز كده أروح أحطهم له فيبص لي كده قوي ويروح موطي واكل هيعمل إيه جعان. ها رجال إيه رأيكم؟ صراحة أبو كباتن تسلم ايد المدان بالهنا والسيف يا معلم. اللي قول لي يا معلم قول ابو كباتن انت بتثق فيا؟ ده كلام ابو كباتن ده احنا كنا مستأمنينك على مرمى المنتخب يا راجل. صحيح الماتش الاخير اتغلبنا فيه 7-0 دخل فيك 7 تجوان في دقيقه واحده وخرجنا بالبطوله بس احنا بنحبك ونثق فيك. طيب صل على النبي يا معلم واسمعني. علي افضل الصلاه والسلام. بقى انت يا معلم عمرك كلمت واحد عن محمول بتاعه ولقيته مقفول؟ الواد محمد النجار اخويا الصغير دايما المحمول بتاعه مقفول. طب وبتعرف ازاي انه مقفول؟ بيطلع ست واحده ست تقول لي ايه ده هذا المقفول التليفون ده مقفول او خارج بره. طيب الست دي تقدر تقول حاجه في حقها؟ اعوذ بالله وحد الله ابقى مفتري لو قلت لك كده. اهو امجد يا معلم زي الست دي بالظبط. هو امجد ست؟ ايه يا معلم قصاص ايه ما تبصيلي زي ما بصيلك كده خد وهات ما تخش الكره وتهجري. فهمت انت تقصد تقول ان امجد ده مجبور يرد على التليفون؟ عليك نور. مين بقى اللي جبره يرد على التليفون؟ البرنامج. برضه هيقول لي البرنامج يا معلم قصاص البرنامج ده عامل زي مصلحه التليفونات كده حكومه يعني زي ما تقول كده. ما دام كده خلاص هو انا خاف على بنتي اكتر من الحكومه. ابتدت حركته تتقل. كنت الاول اطلع اول ما خدته ارمي له الكره على السطوح يجري نشيط يجيبها لي وبتاع سلم عليا يديني ايده وبتاع. بعد الباميه والفاصوليا وفتره كده طويله روح هات الكوره يبص لي كده ويروح قايم ماشي بالراحه قوي تعبان كويس فيبتدي يجيبها ببطء كوره ويديها لي. بقول لك ايه الكلب ده راح فين؟ ما انا هقول لك نهايته ده نهايته ماساويه هتخلي كل اللي بيسمعنا يبكي على هذا الكلب. طب زي كنت بتفسحه وتوديه على بعض يعني سيبك من الاكل. ما هي الكارثه حصلت في الفسحه. الكارثه بقى حصلت في انت قلت اجي على نفسي بقى واقول انا يعني الاكل مش قادر اوفره له افسحه بالظبط افسحه قلت جايز حاله الاكتئاب اللي فيها دي اخرجه منها بالظبط. طبعا انا ايه قلنا ان هو تقل قوي وتخن قوي ما بقاش الرشيق الالماني واخد بالك فقلت اخده افسحه جايز برافو عليكي قلب بلدي فعلا. اقول لك على حاجه بقى بيهوهو على اي حاجه اي حد معدي يهوهو عليه خلاص ما هو بقى بيشوف بقى الكلاب البلدي وبتاع. فقلت اخده عندنا اسكندريه محطه الرمل افسحه كده ويشوف البحر وبتاع. فاخدته وقعدت ولابس انا ابيض فابيض في الشتاء وعمل حركه بقى عشان جو يعني عشان البنات كمان كان في مدرسه ثانوي بنات بتطلع فيشوفوني مع الكلب مدرب يعني. فاخدته وقعدت بيه في محطه الرمل وانا لابس ابيض فابيض وعامل سشوار كده جامد عشان البنات يعني. وهو طبعا مش طايقني هو الكلب مش طايقني وهو شكله كان لذيذ ابتدوا البنات يحبوه يلعبوه وانا بقى قاعد مبسوط. فانا واخده طبعا بالسلسله بتاعته باللي هي كده بمسك السلسله في ايده واحده في رقبته الطوق. وانا بهزر معاه حطيت الطوق اللي انا ماسكه في ايدي في رقبتي. فراح باصص لي قوي كده وحانت اللحظه وابتدت ودانه تقف كده ويبرق لي. قلت له ايه في ايه؟ ابتدى يعمل ابتديت اقلق منه ابتدى يفتح لي بقه وشفت اسنانه مخيفه قوي. رحت رامي الطوق وجاري انا اجري وهو يجري ورايا. طبعا البنات بقوا ايه على الارض من الضحك من المنظر اللي شافوه. الكلب ده كانت نهايته ايه؟ ايه بقى؟ عي تعب الباميه دمرته خالص. خدته كليه الشرطه قسم تربيه وانتاج كلاب البوليس. الدكتور نزل شافه الكلب حطه على كرسي كده هنا وانا بكلم الضابط كده الدكتور فبص له كده فقال لي ايه عنده ايه؟ ابتدى يطلع حاجه من هنا. قلت له لسه بشكيله يعني ان الكلب حركته تقيله. راح مطلع بالطبنجه قتل وراح الكلب بصص لي قال لي يا ابني كمان بتقتلني انا كلبي كان جريفون. ميكروفون ده نوع جامد جدا واصيل. كنت باكله بايدي راكفورد. ها راكفورد ازاي يعني؟ ده نوع جبنه يا لطيف. والله بحسب كنت فاكرها صلصه. فجاه
اكتئب ومات. هو الميكروفون كده بطبعه حساس ما بيستحملش الريكفورد. رحمة الله عليك. وبكده تكون حلقتنا خلصت ومع الكوميديان الجميل طلعت زكريا، ونشوفكم في حلقة جديدة ونجوم جديدة. نعم يا معلم. وبعملوا برامج تفيد الناس. حاضر يا معلم. خلاص بقى يا امجد، المعلم فهم الموضوع واسمع اللي هيقولك عليه. خلاص بقى يا جماعه، وانت يا معلم مش خلاص بقى سماح؟ لسه عندي طلب. غور هات لي قهوه.